ضمن موسم أعياد البحرين، قام سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام بحضور سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشاري جلالة الملك لشؤون الإعلام بزيارة المهرجان الذي تنظمه وزارة الإعلام. نعم، وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة في القرية التراثية بمنطقة رأس عيان في المحافظة الجنوبية، في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. وبهذه المناسبة رفع سعادة وزير الإعلام خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الوفي، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام السعيدة على مملكة البحرين وشعبها بالخير والأمن والاستقرار والرخاء. وأضاف سعادة وزير الإعلام أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، استطاعت أن ترسي أسس نموذج ملهم في التنمية نال الإشادة والثناء إقليميا ودوليا لما تتمتع به المملكة من شمول وتنوع في تجربتها التنموية ومواكبتها لمتطلبات الحاضر احتياجات المستقبل. وأشار سعادة وزير الإعلام إلى أن المهرجان الذي تنظمه الوزارة بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة في القرية التراثية يأتي سعيا من الوزارة إلى المشاركة في هذه المناسبة الغالية ولتسليط الضوء على ما تحقق للوطن من منجزات بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والوطنية في نفوس المواطنين وبخاصة الشباب والأطفال من خلال تعريفهم بما حققته البلاد من نهضة وتطور غير مسبوق في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وأعرب سعادة وزير الإعلام عن خالص شكره وتقديره لجميع القائمين على تنظيم المهرجان من منتسبي الوزارة على ما بذلوه من جهود حثيثة وحرص على أن يتضمن العديد من الفعاليات والعروض الفنية والترفيهية والتي تتناسب مع مكانة وقيمة الأعياد الوطنية المجيدة وتحظى بالإعجاب الجماهيري. وقام سعادة وزير الإعلام وسعادة مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام بجولة تفقدية في أرجاء القرية التراثية، اطلعا خلالها على ما تحتويه من أنشطة وفعاليات فنية وترفيهية تجسد جانبا مهما من الذاكرة والهوية البحرينية الأصيلة. سعدنا بالقيام بزيارة وجولة في هذه المدينة الجميلة وفي هذه القرية، قرية تراثية اللي قامتها وزارة الإعلام، وتباركنا اليوم بعد بزيارة الأستاذ نبيل الحمر مستشار جلالة الملك للشؤون الإعلامية، وكانت في الحقيقة جولة مميزة تعرفنا فيها على الكثير من الفعاليات اللي تستضيفها القرية. يعني الحمد لله هاي القرية في السنة الأعداد الناس اللي مشاركين فيها الحمد لله تضاعفوا، يعني بالنسبة حق السنة اللي فاتت، يعني في أول يوم تلقينا استضافنا تقريبا 3000 زائر، والدكاكين كلهم الحمد لله انشغلوا، وفي كل الدكاكين الحمد لله فيهم بضايع حلوة تعكس المنتجات الشعبية والحرف الوطنية الجميلة اللي محافظين عليها الأجيال، وأيضا البيوت اللي استضافت عدد من اللي يمثلون بعض القطاعات سواء من مؤسسات الدولة أو من القطاعات الخاصة. مرينا على بيت الإعلام وبيت الصحافة وبيت الحرف الوطنية، مرينا أيضا على مركز الشرطة اللي موجود هنا يمثل الإرث اللي موجود في تاريخ شرطة مملكة البحرين، مرينا على مدرسة الهدايا الخليفية في النموذج اللي موجود، واستمتعنا ب يعني المرور على تاريخها اللي موجود بالصور، وأيضا مرينا على المستشفى اللي موجود لوزارة الصحة مقدمة فيه يعني متحف مصغر.
وكانت صراحة جولة جميلة. مرينا شفنا العارضة وشفنا الفنون الشعبية وشفنا المشاركات الطيبة من الناس والتفاعل الجميل. فإن شاء الله يا رب العالمين تدوم إن شاء الله الأفراح، وموسم أعياد البحرين إن شاء الله يعني يكون متألق هاي السنة، وفي كل من فعاليات سواء كانت في القرية التراثية أو كان في الفعاليات الموجودة في المناطق الأخرى. موروث شعبي بامتياز تحتضنه القرية التراثية وتطرحه للجمهور ضمن موسم الأعياد الوطنية، وقد جاءت هذه الاحتفالية التي تقيمها وزارة الإعلام لتجسد من خلالها روعة الموروث الشعبي الممزوج بروح الحداثة، خصوصاً وإن مملكة البحرين تمتلك موروثاً شعبياً غنياً جسدته القرية بأسلوب مميز مطابق للمباني البحرينية القديمة، ليعيش تفاصيلها زوار المهرجان وسط أجواء جميلة لا تنسى. أول مرة أجي هني صراحة حسيت الوضع وايد حلو، وكان هذا الشيء أول مرة بالنسبة لي، وحسسني بأشياء صدق فعلا يعني حسس بأشياء كلها مال أول، خصوصا هذه أفتكر محكمة وعندك سيارة مال الشرطة عندك مسجد الخميس وأشياء دي وايد حبيتها فترجعني لأول. يعني قرية رجعتنا أيام إحنا ما عشناها، خلتنا نعيش زمن أجدادنا وأبهاتنا، يعني حسستنا شوي إن شلون كانوا يعيشون شلون كانت حياتهم. والقرية بصراحة وايد منظمة ومتنوعة، فيها فعاليات حق الكبار والصغار، فعاليات متنوعة، برامج ثقافية وترفيهية جمعت بين الماضي والحاضر بمحتواها الممزوج بالطابع التراثي القديم، أسعدت الجمهور ورسمت الابتسامة على محياهم، فكل ما يتم طرحه في هذا المهرجان يجسد حياة الأجداد ويعرف أبناء اليوم بهذا الماضي الغني. القرية التراثية يميزها المباني القديمة، يذكرنا أيام أول الحلوة الأيام زينة الطيبة، وايد أنا حبيتها مثل المدارس الداخلية الباب البحرين التراث الشعبي الأصيل الجميل اللي يسوونها في البحرين قدما، يذكرونا أشياء القديمة اللي في البحرين. صراحة أجواء القرية كانت وايد جميلة وعلمتنا يعني شلون كانوا أجدادنا عايشين وشلون كانوا يشرحون لنا، صراحة كان شيء جدا جميل. القرية التراثية أصبحت الوجهة الرئيسية لأبناء المملكة وزوارها بما تقدمه من برامج وفعاليات وسط أجواء مفعمة بعبق الماضي العريق يقدمها عدد من المشاركين المحافظين على هذه الثقافة الشعبية. عروض تراثية حية وأنشطة ترفيهية متنوعة تقدمها القرية التراثية لتستعرض من خلالها تفاصيل الزمن الجميل ليتعرف عليها الصغار ويستذكروا الكبار ماضيهم الجميل في كل ركن من أركان القرية التراثية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.